يا الله سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي يا الله يا الله الله يا الله يا الله. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد الأنس بالله والذكر لله عز وجل، لا يمكن أن يجتمع مع الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. قلوب العارفين بالله، قلوب الربانيين، قلوب طاهرة سليمة، هم يتمتعون بسلامة القلب، وهذه السمة التي نتحدث عنها بإذن الله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. مرحبا بكم. أكرمكم الله. شيخ، نبدأ بإبراهيم عليه السلام. نعم. الذي تضرع إلى الله ودعا أن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبدأ بهذا الرباني العظيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الربانيون قلوبهم طاهرة ونقية وسليمة، لا حقد فيها ولا غل ولا حسد لمسلم. ينظرون إلى النعمة أنها من يد الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فلا يتمنون زوال نعمة عن أحد من خلق الله، بل إن أرادوا نعمة سألوا من أعطاها، والله جواد كريم وخزائنه ملأى ويحب العطاء ولا يرد سائلا. هذا القلب السليم هو الذي نزل الإنسان به من بطن أمه، نزل على الفطرة، قلب كالصفحة البيضاء أو كالأرض الجرداء لم يزرع فيها شيء، وصفحة لم يخط فيها أحد كلمة. كيف يخرج الإنسان من هذه الدنيا بقلب سليم كما نزل به من بطن أمه على فطرته؟ لأن القلب المريض صاحبه سقيم، وعلاجه إما في الدنيا بالتوبة، فإن لم يتب توبة النصوح فعلاجه بالنار، فالنار تذيب القلوب القاسية. إبراهيم عليه السلام رب العزة سبحانه وتعالى مدحه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وسيدنا إبراهيم دعا، ولكن الله عز وجل في هذه الآيات أخبرنا أن إبراهيم يوم القيامة، نعم، هو خليل الرحمن، وهو يأتي يوم القيامة ربه ويلقاه بقلب سليم. لأن هذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام، كما أنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي، كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فالقلب السليم كان من صفة الربانيين ومن صفات الأنبياء، لأن الأنبياء من المحال أن يدعو الناس إلى التسامح وإلى صفاء القلوب وطهارتها وحسن المعاملة مع الله، ثم يحملون في صدورهم شيئا لأحد، ولكن كانت قلوبهم طاهرة. هذا الأمر تجلى في حياة الأنبياء كما كان في حياة إبراهيم عليه السلام، وذكر القرآن هذا. أيضا تراه جليا في حياة خير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تنظر في إسلام عكرمة بن أبي جهل، وإسلام خالد بن الوليد، وإسلام وحشي بن حرب، يعني هؤلاء الثلاثة لهم تاريخ وماضي حقيقة مؤسف في تاريخ هذه الدعوة قبل إسلامهم. قبل إسلامهم، نعم. نعم. يعني خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما قبل إسلامهما هما اللذين أن جاء من خلف الجبل، جبل الرماة، فكان سببا فيما حدث للمسلمين في أحد عندما قتل سبعون من الصحابة الكرام، وكذلك جرح كثير من الصحابة، وشج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وسالت دماؤه، يعني جاء على المسلمين كثير من الأذى
بسبب هذه الثغرة التي دخل منها هذين، لكن عندما أسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ونسي الماضي كله، لأن الإسلام يجوب ما قبله ومن تاب تاب الله عليه. الموقف في إسلام عكرمة، من الذي أمن عكرمة حتى يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المشهد الذي أريده كيفية استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة وهو ابن عدوه. وسلامة الصدر ليست مجرد ادعاء، هو سلامة القلب يظهر على الجوارح ويظهر في الابتسامة ويظهر في غير ذلك. وهذا هو الذي نضح من طريقة الاستقبال. يعني هو هيأ نفوس الصحابة رضي الله عنهم قبل مجيء عكرمة، فقال يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فلما جاء عكرمة تقول الرواية قام النبي صلى الله عليه وسلم لاستقباله حتى سقط عنه رداؤه من شدة الفرح لاستقبال عكرمة أنه جاء مسلما منيبا بقلبه إلى الله. إذن رسولنا عليه الصلاة والسلام يفرح بهداية الناس وانشراح صدورهم للحق، لا يريد لأحد أن يدخل إلى النار ولا أن يسقط في الهاوية، يريد للناس جميعا الهداية، والهداية مفتوح بابها إلا من أبى. فالذي أبى بكفره ومعصيته ونفاقه هذا هو الذي رفض الرحمة، أما من جاء مقبلا حتى لو آذانا ولو قتل منا من قتل، ليس هناك تصفية حسابات وليس هناك انتقام وليس هناك مؤاخذة للناس بأثر رجعي. انظر إلى ماضيه كيف فعل وفعل وفعل، مهما ندم الآن ومهما تاب لازال ماضيه أسود. نعم، ولكن هو تاب، إذن فالله يغفر ويعفو ويصفح. نعم. كيف لا يكون قلبي سليما لكل مسلم أناب إلى الله تبارك وتعالى. فلما جاء عكرمة وأسلم وحسن إسلامه ربنا تبارك وتعالى كتب له الشهادة في وقعة اليرموك. انظر إلى قاتلي حمزة، يعني وحشي بن حرب وهند بنت عتبة. نعم. كلاهما أسلم ويجتمع حمزة مع قاتليه في الجنة. هذه عظمة الإسلام وهذه روعة الإسلام، أنه ما جاء بالانتقام وليس هناك خصومة شخصية بين الداعي وبين المدعو، إنما الخصومة هي على الحق، الداعي معه الحق ويريد أن يصل به إلى قلوب الخلق، والذي رفض هذه الدعوة فإنه لا يجبر على الإسلام، ولكن لا ينبغي أن يكون عقبة بين الحق وبين وصوله إلى الناس. فإذا بدأ يحارب أهل الحق ليمنع وصول الحق إلى الناس حينئذ يجب أن يقاتل، لأنه رفض رحمة الله أن تصل إلى عباده. وهذا هو مغزى وسر الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ما شرع لقتل الأبرياء ولا لإراقة الدماء ولا لفتح البلاد ولا لأخذ ثروات الناس والعباد، وإنما شرع لإيصال هذه الرسالة، فنحن مكلفون شرعا من ربنا أن نبلغها للناس أجمعين. عندما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى وحشي بن حرب وإلى هند بنت عتبة هو يعلم كيف قتل عمه، والجرح عميق جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حمزة وقد مثل بجسده بكرت بطنه وفقئت عينه وقطعت أذنه، ومثلوا به شر تمثيل. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه وقال ما أصبت كما أصبت فيك يا حمزة اليوم، حزن حزنا شديدا. لكن عندما جاء وحشي وأراد أن يسلم، هل رفض إسلامه وقال لا أنت قاتل عمي، لا بد من الثأر ولا بد من القصاص؟ الباب مفتوح، والدين دين الله، الدين ليس دين أحد من الناس ولا من البشر، الدين دين الله، فمن أراد أن يقبل على الله كيف أكون عقب بيني وبينه؟ وهذا درس للدعاء، ألا يجعلوا خصومات الشخصية بينهم وبين الناس حائلا بينهم وبين الهداية. المصيبة أن بعض الناس يجعل نفسه على باب الجنة، الذي يرضى عنه والذي يحبه هو الذي يبشره بالخير، وإذا كان بينه وبينه خصومة على قطعة أرض فأنا يغفر الله له. الله أكبر، يجعله دائما يعني كأنه حكم عليه بالنار، كأن الجنة والنار في جيبه وهو يوزع جنة ونار، من يرضى عنه أدخله الجنة ومن يبغضه أدخله النار. ليس هكذا الداعي، الداعي قلبه سليم للناس جميعا، ولا يحمل في قلبه حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا دخنا لمسلم. نعم. ولكن يريد للناس جميعا أن يقبلوا على الله. هند أسلمت ووحشي أسلم، وكلاهما الآن نترضى عنهما، فنقول وحشي بن حرب رضي الله عنه، هند بنت عتبة رضي الله عنها، أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح.
هذا الخلق سلامة القلب كان صفة في حياة الصحابة كذلك رضي الله عنهم، كما أنه صفة يعني متأصلة في حياة الأنبياء. إذا مررنا حقيقة الأمثلة كثيرة، يمكن يحضرني الآن مثال يعقوب عليه السلام. يعقوب جرحه عميق أيضا مما فعله أبناؤه بيوسف عليه السلام، يعني طفل صغير ولا يملك حولا ولا قوة، يلقى في بئر ويباع رقيقا عبدا ويكون في خدمة آخرين وسنين طويلة، وأبوه متحرق شوقا إلى رؤيته وتبيض عيناه من الحزن، والكذب على أبيهم أيضا، هذا كذبوا على أبيهم. فالأب في غاية الألم من العمق، عمق الجرح، ولكن عندما تابوا واعتذروا ليوسف عليه السلام، أولا يوسف سامح قال لا تثريب عليكم اليوم، لكن الآن جئنا في الأب، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، وعدهم بالمغفرة ونسي هذه الإساءة لأنهم تابوا إلى الله وأقبلوا إليه. هذا هو الذي نريده، أن المسلم يكون في قلبه المسامحة ويكون في قلبه السلامة وصلاح ذات البين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أولا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. النكد والغم والأحقاد هذه كلها تعكر صفو الإنسان، فلا يجد أنسا لا في قراءة قرآن ولا في قيام ليل ولا في صلاة ولا ذكر ولا في عبادة. يعني مواقف حقيقة في حياة الصحابة تنبئنا كيف كانت هذه الصفة متأصلة فيهم. لو نظرنا شيخ، يعني سلامة القلب يعني يصاب المؤمن في قلبه، أو يصاب الإنسان بشكل عام في قلبه، عندما يتعلق الأمور بمناصب، يتعلق الأمور بعطاء دنيوي، تتعلق الأمور بوجود أقران منافسين، هنا تنشأ في القلب الحقد والشحناء على الله. ننظر إذا نظرنا إذا واقع الصحابة، ننظر المناصب، تبوء بعضهم للمناصب دون بعضهم الآخر، تملك بعضهم للملك دون بعضهم الآخر، كيف تعاملوا مع هذه المواقف بسلامة قلب؟ حسنت. كانوا ينظرون إلى الدنيا على حقيقتها، فلا يرون أن من أعطي حظا من الدنيا كمنصب أو مال فاز بشيء. لأنهم يرون الدنيا حقيرة، فكيف يأتي في قلوبهم شيء ممن نال جزء من جناح البعوضة؟ هم يرون الملك مسؤولية وعبء، يهربون منها، لا يحبونها. كذلك عندما ينظرون إلى هذه الأموال فلا يرون أن لها قيمة ترفع من شأن الشخص ولا من قدره. لذلك لما يحدث هناك خصومة فيما بينهم، ترى أن سلامة الصدر هي حقيقة السمة الغالبة. يعني مثلا حدث خلاف بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين خالد رضي الله عنه، فكان سعد جالسا في مجلسه، فجاء رجل ووقع في خالد رضي الله عنه، فقال له سعد يا هذا إنما بيننا لا يبلغ ديننا، أي ما بيني وبين خالد من خلاف في الرأي، أمر فطري بين الناس لأننا بشر، لكن لا يبلغ أخوتنا في الله ولا محبتنا ولا ألفتنا، لأن الله ألف بين قلوبنا بهذا الدين الحق، إنما المؤمنون إخوة. ظن هذا الرجل أنه سيشفي قلب سعد بن أبي وقاص عندما يتحدث عن خالد. عن خالد، لأن الخصومة موجودة. وبعض الناس فعلا قد يشفي غليله ويشفي غيظه إذا وجد في مجلسه من يقدح في من بينه وبينه خلاف، وهذا قد يكون بين العلماء إذا كان بين عالم وآخر خلاف في الرأي. فترى بعض جلساء بعض العلماء إما ينتقص الآخر أو ينقص من علمه أو من قدره، هنا ينبغي أن يقول له يا هذا إنما بيننا لا يبلغ ديننا، لا سيما إذا كان الخلاف في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف أصلا. أحسنت. وهذا أدب الخلاف بين الفقهاء والعلماء. يعني ترى كم من مرة اختلف الإمام الشافعي مع الإمام مالك وهو تلميذ، والإمام الشافعي تلميذ مالك، لكن اختلف معه ليه؟ لأن لا يحابي أحدا ولا يجامله في دين الله، هو يرى وجه الحق وقوة الدليل برأي يخالف رأي شيخه، هذا لا يفسد ما بينهما من ود. أبو حنيفة رحمه الله كم اختلف معه الأئمة والفقهاء، الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي برضه أيضا اختلف معه في أمور كثيرة، ولكن هل هذا أفسد الود
والمحبة التي كانت بينهم، لا، كانت سلامة القلب، بل كان يدعو بعضهم لبعض بظهر الغيب، حتى بعد الوفاة يتذكرونهم في الدعاء. هناك مثال حقيقة أيضا يعني واضح جدا في السيرة، ما حدث بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما بعد الفوز والانتصار على الروم في وقعة اليرموك. في هذا الوقت توفي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. نعم. طبعا بعض كتاب التاريخ ممن لا يفهمون عقلية الصحابة ولا يفهمون قلوب الصحابة ولا يفهمون أخلاقهم ولا يفهمون تربيتهم الإيمانية الربانية التي رباهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى الأمور من نظرة سوداوية، من نظرة دنيوية بحتة، البشرية، النفس الأمارة بالسوء، نفس دنيوية، وكأنها مؤامرات وكأنها صراع على سلطة. ربما هؤلاء الكتاب يكتبون ما يعترك في صدورهم هم، أحسنت، ويطبقونه على الصحابة. أحسنت، لأن الصحابة يفكرون بعقولهم. أحسنت، هذا هو بيت القصيد. نعم. أن تربيتهم ليست ربانية ولا إيمانية، لذلك من الصعب أن يفهموا ما كان بين الصحابة. نعم. عمر بن الخطاب تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أوائل الأمور التي فعلها أنه أرسل إلى الجند يخبرهم بهذين الأمرين، بوفاة الخليفة وأنه قد تولى مكانه بعده، والأمر الثاني بانتقال قيادة الجيش من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قيل أن الرسالة جاءت لخالد أولا فأخفى حتى انتهى النصر فسلم القيادة لأبي عبيدة، وقيل أن الأمر عكسي، أحسنت، حتى لا يحدث هزيمة أو تخاذل في الجند، وقيل أن الأمر كان عكسيا، أن الرسالة وصلت لأبي عبيدة فأخفى الخبر حتى تم النصر، لا ليتجنب أن يفت في عضد المسلمين وهم لا زالوا في مواجهة مع الروم. المهم أنه بعد انقضاء الغزوة أو هذه الواقعة وانتصر المسلمون، انتقلت القيادة من القائد العظيم الذي جعله الله سببا في النصر على أكبر إمبراطوريتين في هذا الوقت، حارب في جبهة الفرس وانتصر عليهم، ثم انتقل بأمر الخليفة من جبهة الفرس إلى جبهة الروم، فجمع الجيوش تحت إمرته بأمر الخليفة أبي بكر الصديق، وانتصر بفضل الله على الروم، فانتصر على أكبر قوتين عظميين في ذلك الوقت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما نقل قيادة الجيش من خالد إلى أبي عبيدة، هناك ثلاث فوائد مهمة لهذا التصرف، هذا الفعل. نحن عندما نريد أن نفسر هذا التصرف نعم. ينبغي أن نضع في الحسبان هذه الثلاثة أمور، أن عمر بن الخطاب صاحب قلب سليم. أحسن. قبل أن نفسر. أحسن. لأن لو لم يكن هذا القلب قلب سليما سوف تتغير التفسيرات تماما. أحسنت. نعم. فهو ينطلق من سلامة قلبه وأنه لا يحمل حقدا لا لخالد ولا لغيره. نعم. ولكن ينظر أولا إلى مصلحة هذا الدين. نعم. الفائدة الأولى أنه قد شاع في بعض الجند قولهم لولا خالد لهزمنا، لولا خالد لما انتصرنا، فالمسألة هنا دخلت في موضوع العقيدة، أن النصر من عند الله لا من عند خالد ولا من عند زيد ولا عمرو، خالد ما هو إلا سبب، ما هو إلا جندي. نعم. الله عز وجل سببه وهو سيف من سيوف الله. نعم. نحن معكم في هذا، لكن النصر من أين يأتي؟ النصر من عند الله. فهنا خاف على الجند أن يفتن بعضهم بخالد فيظنون أن النصر يدور معه ذهابا وإيابا، لا، النصر من عند الله سواء خالد موجود أو غير موجود، هذه فائدة أولى. يعني عندما اعتقد أو كاد يعتقد المسلمون مثل هذا الاعتقاد في الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، قال لهم الله عز وجل وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم. يعني حتى أيضا يعني هذا المنهج تعلمه عمر من القرآن أصلا، والصحابة تعلموه عمليا، يعني في غزوة حنين الرسول بينهم وهزموا، فيوم حنين صحيح. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. جميل. طيب، والرسول بينهم، أما في بدر الرسول بينهم لكن كيف كان حالهم؟ أذلة، مفتقرين إلى الله، ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن القضية ليست في الوجود أو العدم. نعم. الوجود مع قلوبكم معه، هل أنتم على قلبه، على قلب رجل واحد من الافتقار والدعاء واليقين والتعلق بالله، وما النصر إلا من عند الله.
هذا السبب الأول. السبب الأول. السبب الثاني أنه خاف على خالد نفسه. لماذا؟ كان يمكن أن يفتن خالد عندما يرى مثل هذه الانتصارات الهائلة، فيعجب بنفسه فيحبط عمله، فأراد أن يحفظ خالد من نفسه، وهذا التصرف تصرف حكيم من عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث أنه أظهر إخلاص وصدق خالد في جهاده، أنه ما جاهد لنفسه ولم يصنع مجدا شخصيا لنفسه، وإنما كان جهاده لربه، وكان مخلصا صادقا في نيته. والدليل أنه عمل بذات الجدية والنشاط والقوة وهو جندي كما كان وهو قائد، الذي يدل على هذا الفهم ما حدث بعد ذلك من أحداث. خالد رضي الله عنه عندما كان في الاحتضار والرمق الأخير أوصى بتركته لمن؟ أوصى بها لعمر بن الخطاب. طيب لو كان في صدر خالد شيء من سيدنا عمر رضي الله عنه لما أوصى بشيء إليه؟ طبعا. لظل طبعا. غاضبا منه ويأخذ جانبا منه، بل ربما يتذمر في الجيش ويحدث فتنة حتى يعكر على القائد الجديد، وهذا ما يحدث فعلا الآن. في تجد الجيش، أعضاء الجيش ينقلبون بعضهم على بعض. نعم. هذا لو كانت النفوس غير ربانية، أما النفوس لو كانت ربانية محال. النفس الربانية تعمل لله، سواء وأنا جندي أو وأنا قائد. قلب سليم، قلب سليم، هذه سلامة القلب. أوصى بتركته وكانت سلاحه وفرسه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بل عندما مات ورثته أمه بأبيات من الشعر، بكى عمر رضي الله عنه وقال: صدقتي، نعم، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. هذا هو الحب والود الذي كان بين الصحابة ورفعهم إلى أفق عالم. لذلك هذه الصفة حقيقة هي صفة عزيزة، يعني ليست رخيصة. نعم. حتى الإنسان يقول أنا أستطيع أن أتحصل عليها بسهولة، تحتاج إلى مجاهدة. لذلك يعني في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن يستشهد به في فضائل الأعمال، قال، والحديث رواه أنس لكن صاحب القصة هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل تنطف لحيته ماء من الوضوء، وفي الليلة التي تليها قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج هو نفس الرجل. وفي الليلة الثالثة هو فعبد الله بن عمرو بن العاص تبعه حتى ينظر ما هي الصفة التي نال بها هذا الموعود وأخذ بها هذه البشرة. تبعه إلى بيته وقال: حدث بيني وبين أبي شيء، فأريد أن أكون معك يعني 3 أيام، والضيافة 3 أيام. نعم. قبل الرجل وهو يراقبه. لماذا استحق أن يدخل الجنة؟ أحسن، يعني هنا عبد الله بن عمرو بن العاص فرغ من وقته 3 أيام بحثا عن علم، كم كانوا يثابرون ويصبرون ويصدقون للبحث عن العلم، لأنهم كانوا يوقنون بخبر الغيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم. مكث معه 3 أيام يراقبه، فكان لا يراه يقوم من الليل شيئا كثيرا ولا عنده مزيد عمل. ففي اليوم الثالث قال له: يا فلان، إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت 3 أيام متتالية ولم أرى مزيد عمل، فما الذي بلغ بك هذه الدرجة؟ قال: هو ما رأيت إلا أنني أبيت وليس في قلبي شيء لمسلم. فقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. سلامة القلب، سلامة القلب، ليس في قلبه شيء. أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في الرمق الأخير يحتضر، فوجدوه يتهلل، وجهه يتهلل، فسألوه: لماذا تتهلل؟ قال: ليس من عملي شيء أرجى عندي من شيئين. الأول أنني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والثانية أنه لم يكن في قلبي شيء لمسلم، كان قلبي سليما للمسلمين. هذه الصفة جعلته يستبشر بها عند الاحتضار، جعلته ربانيا، جعلته ربانيا. كيف نكون ربانيين في سلامة صدورنا؟ نعم، المسلم الرباني لا ينظر إلى نعمة في يد أحد إلا أنها من الله. وإذا رأى النعمة كلها من ربه فلن يحقد على أحد في يده نعمة. نعم. وإذا أراد أن يحصل على هذه النعمة سيطلبها من معطيها لا من آخذها، فالآخذ فقير أخذ من غيره،
فأنا أنظر إلى المعطي ولا أنظر إلى الآخذ. فالنعم في يد عباد الله، الله هو معطيها جل وعلا، فأنا لا أعترض على قسمة الله في عباده، ولكنني أنظر إلى المعطي وهو صاحب الخزائن جل وعلا. هذا هو الذي يجعل الإنسان مستريحا وقلبه مطمئنا، أن رزقي لا يأكله غيري، فلماذا أنشغل برزق غيري؟ لا أنظر إلى الرزاق وخزائنه واسعة. لا شك يا شيخ أن سلامة القلب تفرغه للأنس بالله، أحسنت، وتفرغه لذكر الله عز وجل، أحسنت. أما انشغال القلب بالضغائن والشحناء والبغضاء سوف يشغله عن هذا الأمر. طيب يا شيخ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونسأل الله أن يرزقنا سلامة القلب جميعا، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. يا الله ربي سألتك أن تكون خواتمي.